ايو بنانا هيو بنانا هيو بنانا ابراكادابرا تحول الى بنانا وانطلاق انطلاق رجل. السلام عليكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده. اليوم ان شاء الله راح نلعب ويا الموزه محمد سكن الموزه. ها محمد عادي اسوي مقدمه بدالك؟ سوي مقدمه بدال، يلا انت سوي. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم؟ ان شاء الله اخواتكم ان شاء الله زينين. رجعت لكم بفيديو جديد، او محمد رجع لكم بفيديو جديد. ايش عندنا شارجر سريع فد ما الله. يوم مثل ما اذا عجبتكم مقدمه اسطوريه، يعني اتمنى ان اعجابكم. بسم الله نعبدو، نريد نجيب الفوز. انا جبت مظله الفوز، جبت مظله الفوز، بس نريد نجيب قلم فوز. ويا حسين، حسين هذا قلب لك، وهاي للمتابعين، هاي للمتابعين، وهاي كل من يباع الفيديو، كل من يباع الفيديو هاي لك، وهاي للمتابعين، وهاي كل من اشترك بالقناة، وهاي كل من سوى كافي شباب. بسم الله كل اشتراك، بسم الله شباب اذا تحتون جزء ثاني وسط هذا المقطع 5 لايكات او 9 توصل قبل البنانة تجي تاكلكم. احنا ناكل بنانة، سوي عصير، لازم نلاقي بنانة. تعال شوف سكيتون بنفسجي هيته تحفظ. يعني معقول انت تفوز على سكن البنانة؟ سكن الموز ده لجلدك. تعال دولة 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 دولة، تعال موز بربع كيلو موز بربع. من هنا تقرب يا ولد. مقطع منزل تلت التون وبسكن الموزه، ماذا سيحصل؟ طبعا شباب تخيلوا هسه موزه تلبس كابوي. لا وطلع المسدس، المسدس هو القشر مالته. ويلكم تو تلت التون، نو بولد نو بروكن، بريكن ذي. بس بعد قاعدين ينزلون، لقيت سنايبر ما اعرف شو راح اسوي بسنايبر. احد يمك؟ ياب. اوه الكود شو اسمه؟ كنت نسكيت وانا بالبيكاكس. يا باب انا شنو؟ سكن الموزه ما يفيد، شفت شلون جلدنا؟ فراح نغير الى سكن الموزه فيرجن الثاني. احسيه. لا خلينا نقول لحظه، خلينا نقول تحولنا من موزه الى نينجا. دبني يا كابتن قرصان. بونج بوبس. هذا الكابوي بابا اسمه بابا رحمت انا يا احمد. اي اصدقائي اليوم شنو؟ اليوم راح ننزل بالصحراء، لازم ننزل بالصحراء عشان شوي نشمس. الشمس مفيده جدا، الشمس فيتامين دي وسوالف وحليب، ما ادري شلون حليب وفيتامين دي انه ما اعرف تدخل بامي. لا مو اذا تشرب حليب زين وتلعب الشمس يتفاعل، يعني يتفاعل الفيتامين دي. اقدم اليكم الكيميائي محمد. استاذ كيمياء لا مو استاذ، انا استاذ علوم كيمياء. اي اسال يا طالب المجد، يا طالب الكسلان. اذا دمجنا صوديوم ويا الكربون ايش يطلع؟ راح يطلع حسين زائد بنانا. اقول لك والله جد. ايه فوره ناخذ الصندوق. يا بلا هي والبلاي ماتي هبل طالع. اوه طلع صاحبي. طبعا عندكم غنينا مارشميلو، غنينا بالله مارشميلو. انت مو حلو تغني، كل واحد احلى منك. غنوا المغني مارشميلو يتقدم. جيب حيواناتك الاليفه، ماكو خلنا ناخذهم للحديقه. بليزنت بارك، باع بليزنت بارك شنو؟ عباره عن الزوراء. شباب احكي محمد اذا ما يسمعنا
خلي لايك وفرحوا بشرفكم. انت ما تسمع وخر وخر هاي وخر دني اسمع اشتاح والله دني جيب مشار جيب مشار وش انت سكلت اجنطة تسكلتهم دام دام ان شاء الله جي جي هالجيم محمد ما عندي شيء اجواني اجواني نار مين عندي اثنين مستحيل اعيش وقفت 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 محمد وراك وراك علمنا مش من لو ما فراسك بيه اذا انتو تردون تفوزون كل ما عليكم تتصلون على صفر صفر وتخلي المنوب هذا الستيف خوزيه هلا حلا اثنين هذا جيم لازم تلش تخلي لهم خلي لهم هاي الرقصة رجاء البيكاكس وينه دم 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 اقول لك صار انه وين ما طيب معلومات في القناة شباب ما دام نزلنا ستاند ستيبس يعني الفوز يعني الكتل يعني يعني تنزل حلو تطلع يعني البنيجين حلو يعني تخلط يخلطون السلاح من يمك يعني طلع لي تاك اثنين تاكات شنو القصة؟ يعني الكومبات الاسطوري اكو ناس ما ينزلون سد نسب مال اخوياه هو واحد خلص. نزل واحد نزل وينه؟ بس شنو؟ طفرت منه هيك على حافة الدرج طفرت قصدك هو طفر منين؟ اوه لا انا طفرت منه يمك؟ يب اتشغل اغنية الدرعمة ما عندي ومنتجنا شغل لنا اغنية الدرعمة صفقة 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 باللعبة وين هالصفقة؟ ما راح صفقة ما صفقة وين؟ هاي بقيها بقيها على مدرب صانعها يلا شباب الكل يصفق لمحمد حبيبي قلبي هي هي ها شنو؟ هو مدرب فوتبول اوف 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 اسمع شو اسمه اكو واحد ثاني؟ اكو هناك واحد يبني حدد اذا اكو هناك واحد يبني وين حدد؟ هذا يجي انتهى اقول لك عندي لانش بوت اروح على لي نروح ناخذ ايش ناخذ الالي هاي خلاص تعال 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 ديت عاكو ناس لا مو ديت عاكو هو ديت مهمات هذي يلا مومنتيزنا شغلنا اغنية نطفر بيها يندرعن اوه يا ربي دمشي 27 وينك؟ شو تقول لي حكيت لك؟ ها نوك؟ بعد اكو ناس بالله عنده هيل بالله عنده هيل تحت صاحبه وينه؟ ايه عنده هيل تحت صاحبه؟ تحتهم محمد اليوم عندنا فقرة بقناتك طبعا فقرة ها؟ اسمها فقرة الهدايا ها؟ ايه ايه خلينا نشوف شنو الفقرة شو احكي؟ تفضل هاي الفقرة يا شباب دائما يقول لك اعطي لجارك هدية هاي اخترعتها انا المهم فشباب بس شلون اسعد بالله مواد بس 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 خمسة بلك 15 بلك هاك 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 راح اعبر لك دقيقة سعدتك سعدتك طبعا شباب فقرة الهدايا نخير محمد بين هديتين وهو يختار خليني احكي لك قصة بينما احنا على النار اي احنا بالمخيم ذاك اليوم رحت قابل الكابوي اي طلعت سلاحي وضربوني طلقه هيك ببطني اوخ تاذيت بس بالاخر ضربت الثاني هيك شوت والثاني هيك شوت ورحت سويت لهم بالاخير اي
انتين يعني تختار هاي او هاي شباب هاي عنوان حلقة لا شاكا 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 يا امي يما مواد مواد ما عندي بس اي ادري ادري يابا يابا البين 200 هلا ما خلصت بلا كسر بس وحده طبعا شباب انا تنزحت نزحت من العطش جاك 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 هيا فوق انا فوق انا فوق انا فوق انا هيا هيا فوق الشجره فوق الشجره يا شجره يا شجره ورا ورا اليوم اليوم اللي قاعد تطلع في الدور الابيض زي وجهك بالضبط اي شباب طبعا هاي فقره كل ساعه 6 بتوقيت العراق والسعوديه على قناه محمد ستار محمد ستار حتى اسمه قناه محمد ستار حتى ما كنت اسم لا ما كنت اسم الاي دي لا لا احنا اسم قناه اسم قناه ما اقدر تكتب لا اسم قناه ترى ما يطلع ما يطلع اسم قناتك مامبو بعد ما بتجي برنس برنس ام برنس ام برنس اند طبعا شباب بارادايس بوري بوري بالدايس سلاح ما عندي موت 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 كم واحد اكو واحد ذاك ذاك اي عاش عاش يا بطل عاش هو عنده يقوم صاحبي ده يقوم صاحبي قوم 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 اروح اكتله ما لك دخل اوف 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 بطل بطل اسطورتي اسطورتي كان طبيعه كانوا من دسكين لا يا معود مع السلامة